بنشوط او نشرح على الانفلتريشن في المجزلة. احنا متفاهمين اصلا الانفلتريشن نقدر نديره في اول ذا مجزلة لان البون سبونجي، فالانستيزيا يقدر يصير ديفيوجن للبون، او نقدر ندير انفلتريشن في اللور انتيريور اريا. فنجي بنوضح كيف ندير الانفلتريشن. على سبيل المثال عندنا هذه سن، نقول احنا مثال الفيرست بريمولر اللي هي الفور هذه هنا بالشكل هذا. طبعا عارفين الفيرست بريمولر نيرف سبلاي بتاعها من جهه البكر حيكون الميدل سبير نيرف، ومن جهه البلت حيكون الجريتر بالاتاين نيرف، وزوز برانشات من المكزيلري نيرف لو ديفيشن من التراجمنال. كيف ندير الانجكشن بتاعي في التكنيكات؟ حنضرب طبعا بكري، مش نبنج هذا الميدل سبيريور، وحنضرب شني بلتري. نجي بكري طبعا بالشكل هذا، حاجتين مركز عليهم، مركز على التارجت اريا، ولازم نعرف اللاند ماركس في اي تكنيك. التارجت اريا بتاعي الانستيزيا يعني نبها تجي هنا وين؟ فوق الابكس، يعني بوف الابكس بتاع التوت، لان انتم عارفين العصب لو خش فصل الكنال في الابيك الفورم، خش فصل السن، ما عادش تقدر تخترق الانستيزيا الكلام هذا، فلازم نضرب فوق منه بحيث ان نبنجه قبل يخش لشني للسن. فهذا اسمه التارجت اريا، صار بوف روت ابكس. اما اللاند ماركس اللي مركز عليهم، واحد الكنتور بتاع الكراون، هذا كراون، اثنين الروت الكنتور بتاع الروت، وثلاثه الميوكو باكل فولد، او هذا اللي هو الفولد اللي موجود هنا، هذا اسمه ميوكو باكل فولد. فكيف ندير؟ نرسم خط وهمي يمر على اللون الاكسس بتاع التوت بالشكل هذا، هذا خط وهمي، وخط وهمي ثاني يمر على الميوكو باكل فولد. تمام، صار خط على اللون الاكسس بتاع التوت وخط على الميوكو باكل فولد. تقاطع الخطين هما، هذا بيتقاطع مع هذا في نقطه هي، هذه البوينت اوف انسيرشن، حندخل الابره هنا. طبعا الابره بتخش بزاويه، لو جينا احنا نغرزوا على الزوايا، لو جيت شديت الابره هيك هذه تعتبر زاويه زيرو، لا احنا نقولوا برر للروت. لو جينا قلنا شوي هذه مثال 5 10 مثلا يعني 15 هنا 45 وهناك شنو 90. طبعا الزاويه اللي بنخش فيها ديما في المكزيلا لما ندير الفلتريشن 45 بالشكل هذا، يعني تقريبيا اوكي 45 بالشكل هذا، هذه 90، اذا نص الزاويه هذه بتكون هيك 45. وين بتخش؟ قلنا في الخط الوهمي اللي يمر في الميوكا باكر فولد، والخط الوهمي الثاني اللي حيمر على اللونج اكسن بتاع التوت. تقاطع الخطين والزاويه قداش؟ 45. طبعا داخل الابره يصير تاتش البون، نجبد شويه باش نضرب الصب بريوستيال وندير الانجكشن بتاعي. طبعا الانجكشن بتاعنا حيكون سوبرا بريوستيال او بارا بريوستيال. تمام، هذا بالنسبه للباكل سايد. اما في البلتال سايد لما نجي ندير انجكشن في البلتال اريا بالشكل هذا، هذا عندي البلد في الاريا هذا، كل البلد نجي نقسم البلد في خط وهمي. طبعا هذا مدار انا غير للتوضيح، هذا الميد لاين بتاع البلد. تمام، وهذه الجنجفة المارجن بتاع البلد اللي المارجن الجنجفة بتاع الاسنان، منتصف المسافة هي هذه النقطة المخشفة، منتصف المسافة بين الميد لاين بتاع البلد وبين الجنجفة المارجن، الخط المقطع تقطيع هذا، هذا تعتبر نص المسافة. كيف ندير الانجكشن بتاعي؟ طبعا ديما في البلد بينفول، هذا رقم واحد، اثنين ما عنديش انف تيشيو في البلد، فغالبا لما نضرب في الانجكشن صعب نديرها السوبرا بيرسل، حتكون ديما صب بيرسل، بالتالي بتكون بينفول للبيشنت، اوكي؟ كيف الانجكشن بتاعي؟ حنشد الابره من الاوبزيت سايد، هذا الاوبزيت سايد، ندخل الابره من الاوبزيت سايد بالشكل هذا، ونجيب قلنا نفرض انا بنبنج نفس السن الفيرست بريمولر نقوله. نجي نقسم المسافة هذه على اثنين، قلنا هذا الميد لاين وهذا الجنجل مارجن، هذا خط التقاطع اللي هو هذا الميد لاين، هذا منتصف المسافة. نجي وندخل الإبرة من الأوبزيت سايد، والزاوية قداش تكون؟ 90، هيك بالشكل هذا، 90 على البلت، يعني عمودية هيك على البلت. تمام، حنا ندير ديمونستريشن بالسرنج توا، يعني لو مثال نبي نضرب الفايف نفس الشيء، لو السكس كل سن ومقابلها. هنا. طبعا ما نمشيش بعد السفن لان عندي صفت بلت هنا، فديما لو منبنج الايت نضرب ديما مقابل السفن، ما نمشيش بعد يعني ديستال للسفن، مش منوش يعني صفت بلت لان كان البلت بيوصل لجاك ريفلكس. نفس الشيء معلومه ثانيه في الباكل سايد هنا، ما نمشيش تو بوستيريور هلبا لان احنا عندنا هنا بلكسز هنا اسمها تريجويد بلكسز اوف فين، وهذه طبعا لو انت ضربت فيها الابره ممكن يصير لك توكسيستي وممكن يصير لك هيماتوما، واكثر هيماتوما تصير في التكنيك هذه، فديما ديما حتى شيء ما نمشيش ديستال للسيفن مسافه طويله هلبا. نوضح بالسيرج
كيف ندير الانجكشن بتاعي. هذه عندي بالشكل هذا نفس السن طبعا. حنجبد طبعا، تخيل معي انا عندي اللب هنا، حندير اللب اللي هو بولينج لللب، نستبدل تايت للاري هذه، ونجي هذه الفور. كيف ندير الانجكشن بتاعي؟ حنضرب ندخل الابره، الخط اللي هو يقسم اللونج اكسس بتاع السن، وقلنا الخط الوهمي الثاني اللي بيكون بكره فوق، تقاطع الخطين والزاويه تهمنا 45، يعني هيك بتكون الانجكشن بتاعي بالشكل هذا. تمام بالشكل هذا. ريته لو لاحظتوا فوق الروت ابيكس بالشكل هذا. تمام. طبعا هذا الروت ابيكس احنا غير للتوضيح طبعا، ما يبانلناش لان هذا صف تيشيو والروت فصل البون، غير للتوضيح بس بالشكل هذا. نفس الشيء انت ديما تتخيل اي اسم، تتخيل ترسم الروت بتاعها، تتخيل وين الروت ابيكس وبتضرب فوق الروت ابيكس. اما في البلت سايد بالشكل هذا، لو هذا البلت حندخل الابره زي ما تفهمنا من الاوبزيت سايد، هذه السلم بنجها وحنضربه هنا على الجريتر بلاتاينر. وكنا نعرف طبعا الجريتر بلاتاينر ما يبنجش، يعني ما يغديش في السن، بس نبنجه فيه لانه يغدي في الصف تيشيو هذا اللي هو البلت الصف تيشيو، ويغدي لي في شنو؟ ويغدي لي في البون. يعني على سبيل المثال لو انا نبي ندير نقول مثال كافيت بريبريشن او فيلينج او كراون بريبريشن للسن، ما فيش داعي نضرب بلت الاول، نضرب شنو؟ بكلي. اما لو بنخلع السن لازم نضرب الزوز بكري وبلتري في الخلع، اوكي؟ بالشكل هذا يعني نعتبر احنا وضحنا الفلتريشن سواء في الباكل سايد او في البلتال سايد.